رد فعل جريء لأنغام على عودة زوجها لطليقته، والأخيرة ترد بتصرف صادم. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. بعد أن كشفت العديد من التقارير الصحفية عن عودة الموزع أحمد إبراهيم إلى طليقته ياسمين عيسى دون علمها، بدأ الكثيرون يراقبون الفنانة أنغام لمعرفة ردة فعلها تجاه هذا الخبر. جاء رد فعل أنغام على عودة زوجها أحمد إبراهيم إلى طليقته سريعا، حيث لاحظ متابعوها أنها حذفت رسالتها الرومانسية له الذي سبق ونشرتها على إنستغرام. لم تكتفي أنغام بهذا الأمر فقط، بل قامت أيضا بحذف تعليقها على منشور زوجها لها الذي كتبه فور إصدارها ألبومها الأخير حالة خاصة جدا. وفي ذات السياق كشفت مصادر أن أنغام واجهت زوجها بمسألة عودته إلى طليقته، وألقت عليه اللوم على تسريب الخبر للصحافة لأنه ببساطة أحرجها أمام الجميع بحسب موقع ARN News. تصرفات أنغام العلنية والفورية فور إعلان خبر عودة زوجها إلى طليقته دفع الكثيرون للتلميح بأن علاقتهما يشوبها التوتر، خاصة وأنه خلال وجوده معها في حفلها الأخير في السعودية بدا عليها الضيق بشدة وأنها تتجاهله عكس عادتها. وتداول رواد مواقع التواصل فيديو الأنغام وزوجها أحمد إبراهيم عند وصولهم مقر حفلها في جدة وهي تتجاهله على نحو لافت، فنزلت من السيارة دون أن تلتفت إليه أو تمسك بيده، وعندما حاول أن يضع يده على كتفها ويبدي حبه لها استمرت في المشي دون أن تنظر إليه. من جهة أخرى أقدمت ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى على تصرف مفاجئ صدم متابعيها على إنستغرام، حيث حذفت كل صورها المنشورة وغيرت اسم حسابها ليكون باسم ابنيها مالك وعيسى. ومن جانبه تجاهل أحمد إبراهيم كل ما ينشر عنه سواء فيما يخص توتر علاقته بأنغام أو عودته لطريقته، ويواصل نشر صور حفله مع الفنان محمد حمائي وزوجته أنغام في الصادق. هذا وكانت أسرة ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم فجرت مفاجأة تخص كواليس عودته لابنتهم، مشيرين إلى أنه أعادها إلى ذمته مرة أخرى رغم زواجه من الفنانة أنغام. وقالت أسرة ياسمين عيسى أن الموزع أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم إلى ذمته مرة أخرى دون علمها بتاريخ 2 مايو، وأنهم عرفوا الأمر بمحض الصدفة بحسب تصريحهم لـ ARM News. وأوضح أحد أفراد الأسرة بتصريحه أنهم علموا بإعادة أحمد إبراهيم لابنتهم على ذمته بالصدفة، خاصة وأنه أرسل بلاغ اعلمها بعودتها اليه الى عنوان شقتها القديمة وهي لم تكن متواجدة فيها، مؤكدا ان ما فعله كان مقصودا حتى لا تعلم زوجته الاولى بالامر وتسير الاجراءات في صالحه. وكان احمد ابراهيم طلق زوجته الاولى ياسمين عيسى بعد اصرارها على الانفصال منه بعد زواجه من انغام، فوقع الطلاق رجعيا بتاريخ 28 مارس الماضي، أي أنه يحق له إعادتها على ذمته دون علمها لأي وقت قبل انتهاء فترة العدة. يذكر أن أحمد إبراهيم خرج من أيام قليلة نافيا عودته إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى وطلاقه لزوجته أنغام، كما يتواجد الموزع الموسيقي مع زوجته أنغام حاليا في السعودية وحرص من جانبه على التغزل بها ودعمها في حفلتها هناك. ورغم تأكيدات الموزع أحمد إبراهيم أن علاقته بزوجته الفنانة أنغام على ما يرام وظهورهما سويا في حفل الفنان محمد حمائي في المملكة العربية السعودية
ازدادت حيرة جمهورهما حول علاقتهما بسبب حذف احدى الصور من حساب المطربة الشهيرة على انستغرام. حذفت انغام صورة من رسالتها المسربة التي كانت انتشرت قبل اعلانها زواجها من احمد ابراهيم، ونشرتها هي بنفسها بعد ذلك عبر حسابها بتطبيق انستغرام. وكانت الصورة رسالة كتبتها بخط يدها لزوجها لتعبر عن حبها الكبير له وتهنئه بعيد ميلاده، خاصة أنها المرة الأولى التي يحتفلان فيها بعيد ميلاده بعد زواجهما. وتعقيبا على الصورة أوضحت أنها للمرة الأولى تشعر بالسعادة لأن هناك شخص سرق شيئا يخص حياتها الشخصية وسربه ودفعها للحديث أمام الجميع والتعبير عن حبها لزوجها، وتقصد رسالتها التي كتبتها بخط يدها. قالت أنغام إن يوم 9 فبراير من أجمل أيام حياتها، وهو يوم مولد زوجها واليوم الذي انتهت فيه من كافة تفاصيل ألبومها الجديد، وهنأته مرة ثانية بعيد ميلاده ووصفته بالغالي والحبيب والقريب من القلب وحب العمر والسند. ومن جانبه كان آخر منشور لأحمد إبراهيم على حسابه بأنستجرام هو صورة مع أنغام من الحفل الذي حضراه سويا لمحمد حمائي، وكان إبراهيم نفى عودته لزوجته الأولى ياسمين عيسى. يذكر أن أحمد إبراهيم وأنغام أعلن زواجهما في فبراير 2019. ولم يكتفي حضور الفنانة أنغام لحفل الفنان محمد حمائي بجدة على التواجد بين الجماهير فقط، بل شاركته الغناء. ظهرت أنغام بصحبة زوجها أحمد إبراهيم على خشبة المسرح بجوار حمائي وفرقته، وغنت بين البنين التي لحنها لها حمائي في ألبومها أحلام بريئة. وكان حمائي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في درة العروس بالمملكة العربية السعودية، ويعد هذا الحفل هو الرابع له في المملكة. وأخيرا أنغام تحسم الجدل بشأن انفصالها عن أحمد إبراهيم. حسمت الفنانة أنغام كل الجدل القائم مؤخرا حول توتر العلاقة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. نشرت أنغام صورة لها بصحبة أحمد إبراهيم من حفل الفنان محمد حمائي في جدة الذي حضراه سويا عبر حسابها بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها كاتبة: لا أحب صور سيلفي، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما، يده على كتفي وسندني. مع أني ما بحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دايما إيده على كتفي وسندني. عبر الموزع أحمد إبراهيم عن استياءه من انتشار أخبار غير صحيحة عنه وعن زوجته السابقة ياسمين عيسى وعن زوجته الحالية الفنانة أنغام. خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار عن انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام وعودته لزوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى، لكن سرعان ما نفاها في تصريح عبر اتصال هاتفي، وقال أنه مستاء للغاية من التدخل المستمر في حياته الشخصية، وأن ما نشره أحد المواقع عن عودته لزوجته الأولى غير صحيح وعلاقته بأنغام على ما يرام، وهو وحده المسؤول عن الإعلان عن غير ذلك. وكان البعض قد فسر عدم ظهور أنغام وأحمد إبراهيم كثيرا في الفترة الأخيرة بأن هناك خلافا وقع بينهما، حتى نشر أحد المواقع خبر عودته الأم أولاده وموافقة أنغام على بقائها كزوجة ثانية، لكن أحمد إبراهيم نفى كل ما سبق جملة وتفصيلا. قرر أحمد إبراهيم الخروج عن صمته ووجه رسالة لكل من يكتب أو ينشر أخبار عن حياته الخاصة. في البداية استعان بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأرفق صورة من حديث خاص بين طريقته ياسمين عيسى التي طلبت من صحفية أن يتم نفي أي خبر عن عودتها له، مؤكدة أن علاقتهما الآن جيدة. وكتب أحمد إبراهيم عبر حسابه على فيسبوك: هي مش أم أولادي بعتتلك وقالتلك إن في الخبر
على لسانها وإنك غير مسرح ليكي تتكلمي عن حياتها الخاصة، مش هي صاحبة الشأن. وبعيدا بقى عن صحة الخبر من عدمها لأنها ما تخصش حضرتك ولا المتابعين، لأن حياتهم فيها ما هو أكيد أهم. مش المفروض لما صاحبة الشأن تنفي خبر وتطلب منك زي ما كتبتي خبر من غير ما ترجعي لنا تتأكدي، لأنه أمر شخصي ليا والأولادي وبيتي، إنك تنفيه على لسان صاحبة الشأن زي ما كتبتيه ولا سايباه يتنشر؟ هيفرق معاكي صحة الخبر من عدمها في ايه؟ هو انت اللي هتصرفي على اولادي ولا عايشين عندك في البيت على حسابك؟ حضرتك قصدك تحرجي ام اولادي وتستفزي اهلها بالخبر ده انها رجعت بعد اعلانها طلاقنا بسبب زواجي اللي انا بلغتها بيه واديتها حرية الاختيار، ولا عاوزة تخلي الناس تتهمها انها كانت عاملة فيلم غاوية شهرة ولما تعاطف وفي الاخر رجعت لي؟ ليه ما فيش احترام لبيوت الناس؟ احنا لسه هنسخن الناس تاني والاغبياء يرجعوا يقولوا ساب بيته وعياله وسرقته من بيته والهجس والسفالة دي؟ كأن عندي 3 سنين، مش كفاية ساكت على الكذب والتضليل من البداية ورفضت ادخل في خصومة مع ام اولادي والنتيجة ان علاقتنا اتحسنت كتير رغم حجم الازمة اللي افتعلت من الاعلام؟ مش كفاية الحملات الممولة على انستجرام لتشويه صورتنا لصالح وراها شخصية مريضة؟ ايه علاقة ظهوري انا وزوجتي المشهورة كزوجين في برنامج باننا كمواطنين مش من حقنا ان حياتنا الخاصة تحترم؟ ليه نشعل فتنة تاني بعد ما اتحملت انا وزوجتي المشهورة التجاوزات عشان نعدي الازمة؟ لان في اولاد والحمد لله مستقرين وسعداء حاليا عن وقت الازمة. ليه بتضيعي مجهود كل الاطراف في تهدئة الازمة؟ هل حضرتك هتجيبي لي انا وزوجتي المشهورة حقنا من التجاوزات والافتراء اللي في تعليقات الحشريين في البوست عندك او عند الناس اللي نقلت الخبر اللي هما اساسا تم شحنهم ضدنا بمهارة من بداية الازمة بطريقة عاطفية وسكت واحتسبت ربنا؟ وطلب احمد ابراهيم الا يتم كتابة اي شيء يخص حياته الشخصية قائلا لاخر مرة ما تتكلموش تاني في امور بيتي من فضلكم، غير مسرح لك ولا لغيرك يا استاذ او يا استاذة يا فاضلة تكتبي او تتكلمي تاني عن حياتي الخاصة باي خبر سواء صح او غلط، ده امر شخصي بحت، مش المفروض ابرر او انفي او انزل تأكيد؟ دي حياتي، حياتي انا بس، كفاية تجاوز بقى. تاني افتكر معاكو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، البوست لرفض الخوض في حياتنا الخاصة قبل ما يكون لنفي او تأكيد لخبر. يذكر ان احمد ابراهيم انفصل رسميا عن زوجته الاولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات انجب خلالهما طفلين. اما خبر زواجه من الفنانة انغام انتشر يوم الاثنين 18 فبراير وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.